البنات كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كل شي لاباس؟ اليوم ان شاء الله غنوجد معكم بريوه ديال اللوز. يلا خليكم مع المقادير وهتشوفوا. سلام البنات، عندي هنايا ندير عيش شويه ماشي بزاف. عندي نص كيلو ديال اللوز شديتو وفسختو، درتو في الماء وفسختو وقليتو. وعندي هنايا جلجلان، تنديرو انا بالجلجلان، تنخلطو مع الجلجلان تيجي زوين وبنين. شديت جلجلان نقيتو غسلتو وحمرتو، ها هويا. وعندي هذه كلها غنديرها غندوبها غندوبها. وعندي سكر كلاصي، ها هويا. عندي معلقه كبيره كبيره ديال القرفه، ولقى هذا سكر كلاصي على حسب الذوق، بنادم ما غيقدرش يديرو حلو بزاف تاني حتى لواحد الدرجه. المهم على بنادم عينو ميزانو ذوقوا الحلاوه. انايا درت غير هاد جبيبنه صغيره. وعندي هادي هاد ديما تنديرها، هادي زوينه في البريوات. هادشي اللي عندنا حنايا في فرنسا، عندنا بحال هادو هما اللي مزيانين. يلا دابا غنطحن سميتو اللوز مع جلجلان وغنرجع معاكم. يلا هانتوما خليكم معايا. سلام البنات، ها هي دابا راه وجدتها، ها هي طحنتها، طحن جلجلان مع اللوز، ها هويا. ولكن ما نيلتوش حتى لواحد الدرجه، غير شي شويه ماشي بزاف بحال هكايا. يلا هانتوما خليكم معايا. دابا غندير السكر وغندير معلقه كبيره ديال القرفه وغندير الزبده. والزبده تحاولوا تحيدوا لي هذاك الحليب ديالها. انا حيدت هذاك الحليب، نوريه لكم. ها الحليب اللي كان في ديك الزبده، ها هي حيدته، ها هويا حيدته انايا باش تجيكم البريوات تيبقاو العام كامل. ديرهم في الفريغو كلشي في واحد ان بواط، ديرهم في الفريغو ما تطرى لهم حتى شي حاجه. ولكن الا حيدتوا ليه الحليب، حاولوا ما تديروش الحليب الزبده، تعزلوا الزبده بوحدها وتحيدوا ديك الحليبه اللي كاينه. يلا هانتوما خليكم معايا وغتشوفوا. البنات كاين اللي تيدير فيه مزهر، مزهر لا مزهر، الا درتو المزهر في البريوات حتى البري داك اللوز وسميتو تيرجع ما مهرمش، ما تيبقاش يتهرمش في الفم. البريوات ما تيدارش فيهم مزهر نهائيا، تيدار فيهم عي الزبده والقرفه وسكر كلاصي صافي. الا بغيتو البريوات يصبروا لكم العام كامل باش تبقى اللوز يبقى مهرمش وتبقى ديك البنه الزوينه. يلا هانتوما خليكم معايا. Thank you.
الثومايا شي قويله مع شفتو جاري. ها هو يا دابا تنشدو تندير كويره هكايا تندير كويره هكايا صافي. عرفتي راه تيجي بنين. ها نتوما تابعوا معايا. وهادي دايره لا فارين مع الماء، هذا مزيان حسن مت حيت ملي غتبغيو تقليو ما طلع لك كشكوشه لا والو في المقله، غير لا فارين مع الماء صافي تتجي مزيانه. سلام البنات، ها هو درت العسل تاي يذوب. انا حتى عندي غير العسل ديال السكر، ولكن باش نزيد نبنو تندير فيه ما زهر، غندير واحد النقيطه صافي باش يعطي واحد البو زوين صافي. وتبقى تتميلونجا سميتو العسل مع هذا صافي، ودير المقله تسخن. يلا ها نتوما خليكم معايا. سلام البنات، هادو هما البريوات اللي درت معاكم، تنتمناهم يعجبوكم. هانتوما تتشوفوا تيجيو زوينين ومقرمشين، ودرت معاهم لي سيكار هامايا تا مايا، راه تيجي داكشي زويون. تنتمناو يعجبكم وتشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم وديرو جيم وتشاركوا في القناة. يلا خليتكم على خير، بسلامة.